بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير البرية. الموضوع ديال اليوم أعزائي الكرام هو نبات الكوليوس أو السجاد أو المبرة أو القطيفة على حسب كل منطقة باش كينعتو هاد النبتة. هاد اللي كيميز هاد النبتة هو الأوراق المتعددة الألوان، يعني واحد الألوان ما شاء الله. هما الصور امامكم كيعبروا على اللون الجميل ديال هاد النبته هادي، اخضر ارجواني برتقالي احمر اصفر، وشي نبات كتكون اللونين مع بعض، يعني ما شاء الله على هاد النبته هادي. واللي يزيد يبرز اللون ديال هاد الاوراق هو اختيار الإناء اللي غنحطوها فيه باش يكون واحد المزيج جميل. فعلا هاد النبتة هادي تحفة ما شاء الله عليها. طريقة ديال الإكتار كتكون عن طريق العقل الساقية أو العقل الطرفية أو البذور. وهاد الشينوبات هاد الناس كيشكيو كيقول لك الألوان ديال الورق ديال السجاد ديالو كتكون باهته او شاحبه. وعاده الا كان الاوراق ديال الكوليوس باهته او شاحبه كتعرف بانك راه تعرضت الكثير من الاشعه ديال الشمس، لان هي كتحتاج واحد الضي او ظل جزئي. ولا النبات ديال الكوليوس الورق ديالو بقى كيطيحو كتعرف بانك حطيتها في واحد المكان مظلم للغايه او شديد البروده. هاد الحويجات اللي تكون عندك هاد النبات السجاد تبغي تربيها، دير هاد الحويجات في راسك، يعني رد البال ليهم، رد البال فين غتحط هاد النبته. وهاد النبته هادي كتفضل واحد التربه تكون رطبه، ولكن ماشي نغرقوها بالماء. بين وبين شريطات هذاك الاساس اللي غنكونوا حطيناها فيها ولا داك الاناء يكون عنده فتحات باش يخرج هذاك الماء الزائد الغير مرغوب فيه، باش من بعد ما يكونش عندنا واحد التعفن ديال الجذور. وللحفاظ على هذه النبته تبقى هكا مزدهره خاص نختاروا الاساس يكون على حجم النبته، وكما قلنا يكونوا عنده فتحات باش يكون جيده، يعني يكون تصريف ديال الماء الزائد. وايضا في البدايه منين بغوا نغرسوا خاصنا نديروا واحد السماد يكون بطيء التحلل، يعني تستافد النبته ديال السجاد على المدى البعيد، بحال مثلا الغبار. يعني ملي كنبغوا نشدوا واحد النبته كنشدوا الاساس ديالنا اللي غيناسب لينا النبته اللي بغينا نحطوا فيه، كنديروا دوك الحس صغير باش يساعد على الدريناج، وكنديروا الغبار، وعاد كنديروا التربه ديالنا اللي بغينا نحطوا فيها ديك لا بلونت، باش هذاك الاسمده اللي حطينا في الاول كتبقى بطيئه التحلل وكتستافد منها النبته من بعد. هاد الحاجه كناكد عليها باش ماشي في الاخر تموت لك النبته اولا تمشي تحطها في اشعه الشمس مباشره. هي راه ما كتبغيش اشعه الشمس مباشره، كتبغي الضوء وكتبغي سميتو الظل، يعني واحد الظل جزئي، والنبته ديالك غتنجح معاك. كما قلنا الطريقه ديال الاكتار في الفصل ديال الشتاء كنقومو حنا بالتقليم ديال هاد النبته هادي، وكناخذوها من بحال مثلا كناخذو من هادوك العقل الطرفيه وكنحطوهم في واحد الاناء ديال الماء. وفي الفصل الصيف ان شاء الله الرحمن الرحيم كيكونوا ولاو عندنا دوك العقل داروا لينا جذور، كنقومو حنا بالغرس ديالهم في فصل الشتاء في فصل الربيع، وهكذا النبته تدريجيا كتبقى تكبر معاك. نتمنى من الله نكون وصلت لكم الفكره على هذه النبته الجميله اللي كنصح باش اي واحد تكون عنده، لحقاش فعلا هذه النبته جميله كتريح النفس وكتعطي واحد الجمال للبيت. اترككم مع هذه الصور لنبات الكوليوس وأوراقه الباهية ذات الألوان المتعددة، فرجة ممتعة.
شكرا على المشاهدة ودمتم في رعاية الرحمن.